أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن النتائج المترتبة عن تدمير ونهب القطع الأثرية بتعز بعد العثور على مقتنيات أثرية في مناطق كانت تسيطر عليها كتائب أبي العباس. أكد مدير مكتب الثقافة في محافظة تعز عبد الخالق سيف العثور على كمية من مقتنيات المتحف الوطني في مجمع السعيد الذي كانت تسيطر عليه كتائب أبي العباس. قال مدير مكتب الثقافة إنه تم إبلاغهم من قبل قائد كتائب أبي العباس في أبريل الجاري بوجود آثار تابعة للمتحف ظهرت بعد انتهاء عمل لجنة الجرد السابقة. أضاف أنه تم التوجه إلى مجمع السعيد واكتشاف فصل دراسي يحوي كميات كبيرة من مقتنيات المتحف الوطني. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل تتمكن السلطات في تعز من إيقاف عمليات التدمير والنهب الممنهج للآثار والمقتنيات التاريخية؟ ومن يحمي الآثار والمعالم الأثرية من الضياع والتدمير الذي تسببه الحرب؟ تابعوا التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. فضيحة جديدة تلاحق كتائب أبو العباس، فلم تكد تنتهي قصة تمردها على الأمن بتعز حتى كشفت الجهات الأمنية عن عثورها على مقتنيات أثرية في مجمعها السعيد الذي كان مقر عمليات قيادة الكتائب في المدينة القديمة. وفق مصادر أمنية، فإن إدارتي مكتب الثقافة والشؤون القانونية بالمحافظة تسلمت المقتنيات الأثرية الجديدة. تفاجأنا أن الأدوات التي قيل لنا أنها قليلة وأنها بسيطة ويمكن أخذها أصبحت مخزنا متكامل يحتاج إلى جهد كبير، يحتاج من الصعب إعادة لجنة الحصر لسابق عملها حتى تنجز هذا العمل، لكننا ننتظر منك التوجيهات. المخزن مكتظ، يحتاج لنقله بأسرع ما يمكن في ظل الإشكالات الحاصلة، يحتاج لخطة عمل مزمنة بأسرع ما يمكن، يحتاج للاهتمام المطلق حتى لا تبقى هذه الأدوات عرضة لأي تلف أو لأي إشكالات أخرى. تضم المقتنيات الأثرية وثائق قديمة وأواني فخارية وتحفا أثرية، بالإضافة إلى مخطوطات وتماثيل تاريخية تعود إلى الحضارات اليمنية القديمة، ويظهر على بعضها رموز مكتوبة بالخط اليمني القديم. يأتي الكشف عن الآثار المخفية في المدينة القديمة بعد شهر ونصف من تصريح الكتائب عن تسليمها الدفعة الأخيرة من الآثار في 14 مارس إلى لجنة رسمية خاصة بحصر وجرد الآثار. قالت الكتائب وقتها بأنها احتفظت بتلك الآثار في 79 صندوقاً خشبياً. كانت اللجنة الرسمية قد أقرت حينها عن تسلم هذه الدفعة الأخيرة من الآثار من كتائب أبو العباس، إلا أن الرواية الرسمية الجديدة لمدير مكتب الثقافة عبد الخالق سيف تحدثت عن بلاغ ورد إليه من قبل أبو العباس قبيل الأحداث الأخيرة عن وجود بقية آثار في مجمع السعيد. تعود المقتنيات الأثرية الهامة إلى المتحف الوطني بتعز الذي تعرض بعد اجتياح ميليشيا الحوثي للمدينة إلى الحرق والدمار، وذهبت مقتنيات المتحف إلى يد كتائب أبو العباس بعد تحرير تعز، لكن حادثة وجود مقتنيات أثرية في مقر قيادة الكتائب بعد ادعاء تسليمها فتحت الكثير من الاستفهامات حول مصير الآثار اليمنية في تعز وخارجها. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه من زوايا الحدث، كما ارحب بمن ينضم الينا من تعز مدير مكتب الثقافه عبد الخالق سيف. بدايه اهلا بك سيد عبد الخالق، دعنا نبدا ب الى اي مدى او ما هي المقتنيات الاثريه الجديده التي تسلمتموها او عثرتم عليها وكانت تحت سيطره كتائب ابي العباس؟ اولا بالخير، دعني لنزيل بعض اللبس وبعض الأخطاء التي وردت فيه. لا علاقة لأي حملة أمنية باكتشاف هذه المقتنيات. أبو العباس القائد عادل عبد الفارع هو من أبلغنا في إبريل في 10 إبريل عن وجود هذه المقتنيات بعد مهمة اللجنة التي استلمت المقتنيات الأولى. لا علاقة لاكتشاف هذا الأمر بأي إجراءات أمنية أو ما شابه ذلك. يعني العقيد عادل عبد الفارع هو من تواصل معنا ومن خلاله أيضا أبلغنا وزارة الثقافة عن وجود بعض هذه المقتنيات
أنها بقيت وأن اللجنة لم تستلمها. بالتأكيد أن ذلك كان خطأ كبير بعد أن أنهت. طيب سنعود إلى هذه النقطة سيد سيف، لأن التقرير ذكر ما جاء على لسانك أو ما جاء في صفحتك على الفيسبوك من أنك تلقيت بلاغا، هذا الأمر واضح. وردت في التقرير أن الحملة الأمنية هي من اكتشفت، وقد ورد أيضا في التقرير أن صفحتك يعني على لسانك في الفيسبوك أن ما تم هو بلاغ من قبل كتائب أبي العباس إليك في تقريبا في أبريل، هذا الأمر ورد في التقرير أيضا. دعنا ننتقل إلى النقطة الثانية، ما هي المقتنيات التي تم العثور أو تم استرجاعها واستعادتها؟ بالتأكيد ما تم استعادته كان عبارة عن تماثيل، عبارة عن ملبوسات، عبارة عن مخطوطات، أدوات تتعلق بالمتحف، ألبومات، ملابس تاريخية، أحجار، صناديق تعود إلى الدولة الرسولية. بالتأكيد أننا فعلا هو عودة هذه المقتنيات حتى ولو متأخرا هي تحسب كانتصار أيضا لاستعادة هذا الإرث التاريخي المهم. لكن بالتأكيد أن هذا الأمر صحيح، أننا ننتقد ظهور هذه الأشياء بعد انتهاء عمل اللجنة، لكن بالتأكيد أن كل الشكر لمن سلموا هذه الأشياء ولمن أيضا حافظوا عليها. الأمر أعتقد أنه لا يجب أن نشيطن العقيد عادل عبد الفارع ولا الكتائب أبو العباس، لأنها بالأخير لو أرادت أن تخفي أو أن تسرق أو أن تنهب كانت تستطيع أن تمارس هذا الأمر عبر كل المقتنيات وعبر كل الفصول التي فتحت أمامنا. هو خطأ يتحملوه فعلا في عدم في وقته، لكن لا يعني هذا أن الكتائب أو أن العقيد عادل عبد الفارع كان مخطئا في التعامل بطريقة رسمية مع اللجنة، مع وزارة الثقافة، مع السلطة المحلية. ونحن أيضا من خلال قناة بلقيس نوجه نداء للجميع، مقتنياتنا فعلا تعرضت للتلف للخراب عبر عدونا الأول والأخير وهو التي كان المتحف الوطني تحت يدها، وانتحر من المتحف الوطني وانسحب ومن ثم قصف وأحرق المتحف تاريخنا كما نهب أشياء كثيرة. هناك تقارير تقول أن الكثير من مقتنيات المتحف الوطني في تعز، في عدن، في لحج، في بالمتاجرة بها، بمصادرتها، بنهبها. ولذلك سنظل نشكر لكل من حافظ على مقتنيات المتحف الوطني في تعز، لمن سلم ولمن جرد. وبالتأكيد أننا نحمل كل من سيتلاعب وكل من سيترك أو أن يتاجر إلى تجارة من خلالها يستطيع أن يطمس أو أن يسرق أو أن ينهب هذا التاريخ. طيب. نشكر كل من تعاون وسنقف ضد كل من سيثبت بالقانون وعبر الجهات الرسمية أنه تلاعب هذا التاريخ. نعم الذي طيب. لا يمكن إخفاء ملامحه أو سرقته منا بإذن الله. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد سيف، ورحب بمن ينضم إلينا من تعز وكيل وزارة الثقافة سيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، كيف تنظرون إلى مسألة استمرار غياب مقتنيات أثرية، تحديدا نحن نتحدث الآن عن تعز، وتدمرها من الأساس أو ضيعها من الأساس أو خروجها من أماكنها من الأساس؟ أولا أوضح الأخ مدير مكتب الثقافة ما حدث في تعز. في تعز أو في عدن أو في غيرها من المحافظات حدثت حرب وسرقت مقتنيات المتاحف، منها ما هرب خارجيا ومنها ما زال في الداخل، ومنها أيضا ما ينتظر عودة المتاحف وعودتها للعمل وقد يعود. لدينا إشكالية نحن اليمنيين بشكل عام أننا نتعامل مع المسألة التاريخية باستهتار كبير، وهذه كارثة. ولا نفرق ما بين الأصول الثابتة في مسألة الجانب السياحي أو الجانب الثقافي أو الجانب التاريخي، وما بين أيضا القيمة المادية لهذه الأشياء. عادة الناس تبحث عن كل ما يعطي لونا براقا كالذهب أو غيره، ولا تدرك أحيانا أن القيمة المادية لقطعة محددة بالجرام لا تساوي 5% من قيمتها التاريخية كقطعة أثرية.
في هذا الجانب. ما يحدث أننا أمام حالة حرب وحالة استنكار وضعف في الوعي وحالة تراخي من البعض أيضا في ذات الوقت. تتعرض أغلب المناطق الأثرية سواء في المناطق الريفية حيث هناك مخطوطات أو هناك نقوش وجداريات، تتعرض للتدمير في بعض المناطق بسبب الإهمال وبسبب عدم وجود فروع ومكاتب الثقافة في هذه المناطق وعدم التعاون الكبير من الجهات الأمنية أو غيرها، وأيضا تداخلها مع ما يسمى بالممتلكات الخاصة فيما يخص الأراضي أو أماكن تواجد هذه القطاع. مشكلتنا في تعد أنه على مدار الشهرين الماضيين شكلت لبناء وكانت مجموعة من مقتنيات المتحف بعد الحريق موجودة لدى الإخوة في المكان لا تسليم قسما منها، وهنالك قسما ما زال مفقود ما تم تم تسليمه أو الحصول عليه عبر اللجنة الأمنية. يشكر الجميع على ما بذلوا من كل الأطراف، وأيضا تشكر السلطة المحلية، تشكر اللجنة الأمنية بالمحافظة التي أيضا أترعت بالإبلاغ وتسليم هذه المقتنيات. نعمل أن يتم التحفظ عليها خصوصا ما يخص الحقبة الحميرية والرسولية تحديدا، وهي الأهم وهي المركز الرئيسي كون تعتبر المركز الرئيسي لهذه الدولة التي تركت كثيرا من التراث المادي مختلفة ابتداء من نقوشات المساجد وغيرها من الأسئلة من قنوات نقل المياه من غيره. لكن نتمنى أن تتطور المسألة إلى أن تكون هنالك أشباه للحفاظ على هذه المناطق. طيب فيما يتعلق السيد عبد العزعزي، يعني فيما يتعلق بالمسؤولية حماية هذه المقتنيات الأثرية، تقع على عاتق من بالدرجة الأولى؟ في الوضع العام تقع في الوضع الاعتيادي العادي تقع على بدرجة مباشرة، لكنها تقع على السلطة. على من عفوا؟ لأن الصوت لم يكن واضحا. تقع مثلا في المديريات على مدراء المديريات ومكاتب الثقافة فيها، في المحافظة على المحافظة كسلطة محلية ومكتب الثقافة وهيئة الآثار تحديدا فروع الهيئة بدرجة أساسية مع صلاحيات. هنالك أيضا ما تعرف السلطة الصلاحية يجب تفعيل دورها، يجب أن تكون مسألة المعلومات متواترة. بعض المناطق مثلا كان لدينا ما كان يعرف بالخارطة التاريخية، وهي التي كان يجب أن تنقذ وتحدد المناطق التاريخية وتصور ويمنع الاقتراب منها أو النفس فيها أو الاعتداء. وبعض المناطق التي يبلغ عنها المواطنين يجب أن تكون هناك فرقة تتحرك إليها بسرعة. ما مدى قيمة هذا الآثار الموجودة ذات قيمة أو ليست ذات قيمة بالمعنى العام؟ إلى أي مرحلة هل يجب التحرز عليها أو لا يجب؟ هذا شغل فني وشغل أخصائي للمختصين في مجال الآثار بدرجة أساسية. لكن المسألة مناطة أولا بالقيادة للهيئة العامة للآثار وأيضا قطاع التراث المادي في الوزارة بدرجة أساسية، وهو الذي يخلق حالة من التعاون كبنية السلطة البيروقراطية بشكل عام بين المحافظات والوزارة وجهة الإبلاغ. هذه أمور تتعلق بالأمن القومي للبلد، بالأمن القومي للبلد بشكل عام، أمور ترتبط بالهوية بالوجود بالتدبر التاريخي، مسائل لا تقدر بثمن، ثمنها كبير جدا. طيب إذن هي مسألة على غاية من الحساسية فيما يتعلق بالأمن القومي والتراثي للبلد. وهنا أسأل السيد عبد الخالق سيف، هل يملك مكتب الثقافة في تعز حصرا إحصائيات بالآثار الموجودة في المحافظة وما تم تسلمه إلى الآن؟ أخي العزيز، مكتب الثقافة هو بالتأكيد مهتم ويتابع هذه التفاصيل المتعلقة بمقتنيات المتحف الوطني، لكن الجهة الأساسية المسؤولة أولا وأخيرا عن الحصر وعن المتحف الوطني وعن المقتنيات هي الهيئة العامة للآثار والمتاحف فرع تعز. أنا أستطيع أن أتحدث الآن بلسان لجنة الحصر في تفاصيل هذه العمل كامل، لكن كان يجب أن تكون
الهيئة العامة للآثار، وأنا أحملها أيضا مسؤولية غيابها بشكل كبير عن الإدلاء بدلوها على التصريح. لا أدري لماذا تخاف الهيئة العامة للآثار أن تظهر في للإعلام وأن تخبر تخبركم وتخبر الإعلام جميعا عن هذه التفاصيل. تحملنا في مكتب الثقافة أن ندلو بدلونا في تفاصيل الهيئة العامة للآثار لأنها تغيب نفسها بطريقة. لكن أليست لكم سلطة عليهم؟ أثار فرع تعز والمتحف هي المعنية، كان يجب أن تخبركم أيضا عن إحصائية بكل مقتنيات المتحف الوطني، هي مسؤوليتهم الأولى والأخيرة، ونحن ندور في فلكهم. نسعى كلجنة متخصصة، الأستاذ كان حاضرا معنا في لجنة الحصر الأولى، كان مشرفا وكان موجها كبيرا في هذا الإطار. وأحب أن أخبرك أن أدلو بدلو معلومة مهمة يتداولها الكثيرون عن تلك المطوية والمخطوطة التي كثير يبحث عنها. وقفت أمام سيد سيف، الصوت يتقطع، عبر قناة بلقيس نوضحها للكثير حتى يعلموا أن عملية الحصر أيضا شملت أشياء والإحراق، وكان من ضمنها هؤلاء. وقفت وكان الأستاذ القدير عبد الهادي العزعزي وكيل الثقافة أمام صندوق فيه مطوية متفحمة تعرضت للإحراق. كثير من أعضاء اللجنة ومختصي الآثار قالوا أنها هي الأقرب لتلك المطوية التي يتحدثون عن أنها هي المطوية العبرية الشهيرة، كما أن هناك أيضا وهي معلومة حصرية أخبر بها قناة بلقيس، كان في عهد إحدى مدراء متاحف تعز ومدراء الهيئة العامة للآثار السابقين وصله توجيه من طلبوا توكيل من الصوت يتقطع سيد سيف، نقلت إلى صنعاء في عهده تمام، وكانت هي من في عهد من سيد سيف؟ الصوت يتقطع، لم أسمع الاسم. سالم الشبزي، وهي المخطوطة الأندر والأشهر والأقدم في الجزيرة العربية المكتوبة للتوراة. كانت هناك أيضا أيادي عبث بالمتحف الوطني. أنت تحدثت عن أسماء سيد سيف، أنا لم أسمع هذه الأسماء. وكانت تفرض على الهيئة أن تصعد إلى صنعاء لتكون من ضمن المقتنيات الخاصة لعلي عبد الله صالح، وهذه اكتشفته الأجهزة الأمنية والأمن القومي في تعز في ظل الحصر السابق للمقتنيات التي كانت لدى العقيد عادل عبد فارع. سيد سيف، أنت تحدثت عن أسماء، أنا لم أسمع هذه الأسماء، كان هناك تقطع في الصوت. الأسماء تحدثنا عن أن الأستاذ عبد الهادي العزعزي كان حاضرا معنا في اللجنة السابقة ووقفنا طويلا عن المعلومات التي كشفتها. أنا أتحدث التي تقولها لأول مرة على قناة بلقيس، هل أعدت هذه المعلومات؟ هي المعلومة الأولى والأهم هي أن المطوية التي كانوا يتحدثون عنها، أين ذهبت مطوية تصل طولها إلى 7 متر كانت مكتوبة بالعبرية، هذه المطوية كانت من ضمن المطويات التي القدير عبد الهادي العزعزي وكيل وزارة الثقافة والذي كان مشرفا على عملية الحصر السابق. أننا وقفنا أمام قبيسلات قذائف الانقلاب، وكان فيه مطوية كبيرة هي بنفس المواصفات، حتى أن أعضاء أو لجنة الحصر والهيئة العامة للآثار كانت تؤكد بنسبة 80% أنها المطوية الشهيرة. عنها الجميع، أين ذهبت؟ أين تواجدت؟ هل هي من ضمن أخذناها من العقيد عادل عبد الفتاح؟ تقول أن هذه المطوية المحترقة التي تعرضت للتلف والتي تحتاج إلى ترميم خاص كما قالها في وقته الأستاذ عبد الهادي العزعزي، تحتاج إلى عناية خاصة إلى الترميم لكي نستطيع أن ندلو بدلونا ونقول أننا استعدنا هذه المطوية. الخبر الآخر هو أن اللجنة الأمن القومي والأجهزة الأمنية في تعز خلال المرحلة السابقة استطاعوا أن يقودون لخبر ولسر كبير، و من ضمن التفاصيل التي خرجت هو أن علي عبد الله صالح ونظامه السابق وجهوا المتحف الوطني ومدراء المتحف السابقين، وتم أخذ هذه المخطوطات ومخطوطات
الخاص بعلي عبد الله صالح، و بعضها يعني ما تم هناك في صنعاء بحكم انها تقع تحت سلطة الانقلابيين، انه تم هذه المخطوطة الشهيرة والتي تناقلت عبر وانتقلت الى تل ابيب ليستقبلها بنيامين نتنياهو مع تلك الأسرة اليهودية، لتلك الأسرة التي عاشت وتواجدت في اليمن وتناقلت إلى أن وصلت إلى تل أبيب عبر الصرخة ضد إسرائيل وضد الموت لها، وهم ينقلون لها كل الآثار. طيب وضحت هذه النقطة، أنهم هم العدو الأساسي لنا قبل أي شخص آخر. وضحت هذه النقطة سيد سيف، أرجو أن تبقى معنا، والمعذرة للسادة المشاهدين من سوء الصوت من المصدر. أعود إليك سيد عبد الهادي، ما رأيك بالذي طرحه السيد عبد الخالق سيف فيما يتعلق بهذه المطوية وفيما يتعلق بدور الجهات بداخل تعز المعنية، هيئة العامة يعني الهيئة العامة للآثار وغيره، في ما يتعلق بالتصريحات وحصر المقتنيات الأثرية التي موجودة والتي تم استعادتها بالفعل؟ أولا بالنسبة لموضوع المطوية، كان الحريق قد استهدف قسم المخطوطات في المتحف، وهذا ما أدى إلى تلف في بعض هذه المخطوطات. هنالك مطوية موجودة لا نستطيع الحكم عليها قبل ترميمها بشكل كامل ثم مقارنتها، هذا عملا فني ويحتاج إلى متخصصين، لكنها تحتاج إلى ترميم. تحفظنا عليها ضمن المتحفظات من المواد التي جرى استلامها، ورفع تقرير إلى الوزارة والجهات ذات الاختصاص لمسألة الترميم أو غيره، هذه من اختصاص الجهات العليا، وإلى أن تتتبع الأوضاع، لكن يجب الحفاظ عليها في حالتها القائمة. هناك عشرات من المخطوطات التي كانت موجودة في تعز، القذيفة التي أحرقت المكان أدت إلى تلف في قسم من هذه المخطوطات وقسم منها سليم، وهناك بعض المعلومات الفنية التي تحتاج إلى تأكيد من ضمنها أيضا وثائق. الحمد لله أن المتحف في تعز لديه برودات سابقة، والبرودات تشمل كل القطع المسجلة فيه، وما جرى حصره سوف يقارن مع الدرس السابق، وبالتالي يصبح لدينا دليلا المفقودات بشكل فعلي من البرودات السابقه للسنوات السابقه ل 2011 وما قبلها ايضا ل 2014، وهذه البرودات كانت تقيمها الهيئه بشكل سنوي. هنا المساله، ما كان مسجلا ومثبتا في برودات الوزاره جرى ابلاغ اليونسكو عبر لواحق المسؤول مشكورا، وتحرك لك الوزير في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ضغط بكل قوة لدى اليونسكو، سلمت هذه البرودات، أصدرت الوزارة كتابا تفصيليا بها، سلمتها إلى الإنتربول وإلى منظمة اليونسكو وإلى أيضا منظمة بعض الهيئات التابعة لليونسكو كهيئة التراث العالمي، بهدف أن لا يجري تداول أي من القطع التي كانت مسجلة باسم الجمهورية اليمنية، يمنع تداولها في أسواق البورصة أو بالبيع ما لم تتواجد وثائق تثبت معتمدة من الحكومة اليمنية. ومع الأسف بعض البلدان لا توجد بيننا وبينهم اتفاقيات، حاول الوزير الحركة تحرك بشكل جاد وفعلي، وحقق إلى حد كبير تقنينات، نزلت إعلانات من اليونسكو، لا زالت تتابع هذه المسائل دوليا وهو يشكر عليها. الإشكال الآخر الآن هو الإشكال القائم في المناطق التي يجري فيها النقص. هنالك مناطق تتعرض كبير، مناطق فيها جداريات، فيها كتابات من الخط الحيري ولدول مختلفة من الأوسانيين ثم القحطانيين من المرحلة السبائية الأولى ثم العصر الحميري من الدويلات الإسلامية. هنالك تدميرا في بعض المناطق لبعض المساجد والأضرحة، أيضا فيها كمية كبيرة من النقوش. هنالك ترميما لبعض المساجد، هنالك توسيع في بعض المساجد وضوء العبادة بدون أي إشراف من الهيئة. نحن ندعو الجميع إلى أن يلتزموا أن أي مسجد يزيد عمره على 150 إلى 200 عام، نعم سيد عبد الهادي، لا يتم ترميمه إلا بإشراف الهيئة،
وهذه مسؤولية كبيرة على الأجهزة المعنية الاطلاع بها بكل تأكيد على حمايتها والحفاظ عليها قدر الإمكان. أشكرك سيد عبد الهادي العزعزي وكيل وزارة الثقافة، كنت معنا على الهاتف انتعز. وبعودة أخيرة إليك سيد عبد الخالق سيف، يعني كانت هناك تصريحات لك منشورة على مواقع والصحف أيضا فيما يتعلق بأن لجنة الحصر والجرد اختتمت اليوم المرحلة الأخيرة المتمثلة بحصر وجرد وتوثيق واستلام وتسليم مقتنيات الآثار التي تم الاحتفاظ بها من قبل الكتائب. هذا التصريح كان في مارس الماضي، هل الآن يمكن الحديث على أننا بالفعل وزارة الثقافة استلمت أو مكتب الثقافة استلم جميع المقتنيات التي لدى الأثرية التي لدى كتائب أبي العباس، أم أن هناك في المرة المقبلة قد تطرأ أشياء جديدة ويتم الكشف عنها؟ كما أتمنى أن تطرأ أشياء جديدة لتظهر مقتنيات المتحف الوطني، هذه أمنية أتمنى أن تستمر كل يوم وكل ثانية وكل لحظة حتى نستعيد كل ما يتعلق بمقتنيات المتحف الوطني. وسنقول شكرا من أعماق قلوبنا لكل من يظهر كل ثانية وكل لحظة وكل يوم مقتنيات المتحف الوطني، لن نكره هذا الأمر أبدا. فكل من سيظهر هذه المقتنيات ويقدم ويبلغ، أنتم تعلمون أن هناك بقية أم لا سيد سيف؟ أخي العزيز لم أسمع، هل هناك آثار ومقتنيات للمتحف الوطني باقية لم تظهر أم لا؟ لا، الوكيل عبد الهادي العزعزي هو أننا كان يجب أن نذهب إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية وهي مطابقة ما وجد مع السجلات، الحمد لله، رغم أن المتحف إلا أنه بمعجزة شديدة استطعنا أن نحصل على صور وتوثيقات كثيرة لكل مقتنيات المتحف الوطني. أنا أحب أن أطمن الجميع، سجلات المتحف الوطني بالرسم موجودة. لجنة الحصر لديها هذه السجلات المطمئنة، بمعنى أنه لا شاردة ولا واردة بعد أن نطابق السجل يمكن أن تفر منا أو يمكن لأحد أن يطمس هذه المعالم أو أن يقول أن هناك أشياء غير موجودة في السجل. سنعلن للجميع في وقتها ما مقارنة ما وجد لنعرف من خلاله ما فقد عبر السجلات. شكرا لك. ولذلك حتى ذلك الحين سنظل نشكر لكل من سيظهر آثارنا مقتنياتنا مقتنيات المتحف الوطني، سنظل نشكر له حتى تثبت أي شخص يتهم سين أو صد من الناس بأنه تاجر بهذه المقتنيات. لكن شكرا لك. إذن سيد عبد الخالق سيف مدير مكتب الثقافة بتعز، وبكل تأكيد هي مسؤولية الجهات المعنية في تعز الثقافة بالتحديد الهيئة العامة للتراث وكذلك لمكتب الثقافة لحماية هذه الآثار والحفاظ عليها من السرقة والإتجار وكذلك الإتلاف. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.